على اثر ما تم تداوله من قبل مختلف وسائل الاعلام نقلا عن اذاعه موزاييك تحت عنوان محاوله الاعتداء على حرمه بيت مدير عام اذاعه موزاييك، وما جاء في مقال الاذاعه المذكوره من ادعاء بان المدير العام لموزاييك نور الدين بوتار تفاجأ بسياره على متنها اربع اشخاص ما تحملش اي علامه من جينيا. اصدرت الاداره العامه لقناه نسمه بيان وضحت فيه انه في اطار مشروع قانون المصالحه وما اثاره من ردود افعال داخل الراي العام، تحول الصحفي أمين متراوي رفقة فريق من قناة نسمة على متن سيارة الإدارة والحاملة للوحة من جينيا للقيام بتحقيق استقصائي حول علاقة طرابلسية ببعض رجال المال والأعمال في البلاد، وكان بحوزته إذن بمهمة حيث سعى للاتصال بنور الدين بوتار باعتباره أحد شركاء بالحسنة طرابلسي للاستفسار حول موقفه من قانون المصالحة ومعرفة الوضعية الراهنة للمؤسسات التابعة لشركاء الطرابلسية، إلا أنه نور الدين بوتار سارع إلى إعلام السلطة الأمنية مع الإدعاء بالباطل واستعمال إذاعته الخاصة كوسيلة لتشويه، وإن طالب من السلطة المعنية إيقاف الصحفيين وحجز معدات عملهم وطالب بسجنهم باستعمال مختلف الأساليب للضغط. هذا وتدين قناة نسمة السلوك العدواني هذا وغير المسبوق تجاه حق الصحفيين في البحث عن المعلومة وإنارة الرأي العام في إطار الالتزام بالقانون والمراسيم المنظمة للقطاع بعيد عن الترهيب والتضييقات وبث المغالطات، كيف الادعاء بان الفريق الصحفي اراد التطرق الى حياه نور الدين بوتار الخاصه وتهديد امنه والاعتداء على حرمه بيته، كما تعبر قناه نسمه عن تمسكها بالدفاع عن حريه الاعلام والتعبير ومواصله العمل الصحفي هذا في اطار ما يخوله القانون، وانها لن ترضخ للضغوطات والتضييقات. وفي الاطار هذا يهم القناه انها تعطي الصوره الحقيقيه للي صار اليوم بعيدا عن المغالطات. في التصريح هذا لأمين متراوي: استظهرنا بهويتنا، ما نتخيلش كان نور الدين بوتار ما يعرفنيش ولا انا ما نعرفوش. تظهر على اساس انهي اعتداء على حرمه منزل، انا واقف قدام المنزل ما دخلتلوش للدار سي نور الدين بوتار، وكي خرج حتى لبرا وقت نحكي انا وياه معناها قلت له راهو في اطار تحقيق صحفي وغيره، لكن هو ابى انه انا ما فهمتش كيفاش رئيس مدير عام تاع مؤسسه اعلاميه اللي هو حتى في العمر يفوتني بالعمر يمشي يحكي روايات غالطه ومغالطات، معناتها ينشر مغالطات في الموقع نتاع الراديو نتاعو، وحتى في يعني في المكافحه اللي صارت بيناتنا في مركز الامن، يعني اعطاه مجموعه من المغالطات للاسف يجهل يبدو انه سي نور الدين بوتار انه اللي صار الكل موثق عندنا بالصوره والصوت، هذايا الكل موجود، حتى باش يقول راهو ما استظهرناش بهويتنا هذايا غلط، ما قلناش اللي نحن تابعين نسمه هذايا غلط، هو شي يقول سي نور الدين بوتار تو انه كانت عنده شبهه انه نحن يعني مجموعه تهدد سلامته وسلامه عائلته، احنا كنا نخدموا على رواحنا مجموعه من الصحفيين كنا يعني يبدو انه تناسى انه نحن اربع اشخاص كل شخص فينا اخطاني انا خويا كل شخص فينا عنده عائله وراه، يعني الناس هذو يتهم فيهم بالباطل على اساس انهم ميليشيات وتهدد امنه وسلامه عائلته، عيب انه يصدر من عند رئيس مدير عام تاع مؤسسه اعلاميه، العيب اكثر انه نحن صحيح صحفيين مستضعفين قاعدين نخدموا في الميدان نخدموا على رواحنا، مش معناها يعني مالك مؤسسه اعلاميه ولا رئيس مديرها العام يلز ويستعمل في تليفوناته الكل في مركز الشرطه باش يتم الاحتفاظ بنا، يعني اليوم كانت نجم تصير اول يعني غريبه اخرى في الاعلام التونسي انه رئيس مدير عام تاع مؤسسه اعلاميه يحب يزج بصحفيين في السجن، عيب كبير معناها اللي ريتو اليوم يصير. سي نور الدين بوتار مره اخرى رانا نخدموا على رواحنا، راهو هذا تحقيق صحفي من حق الشعب التونسي اليوم انه يعرف شركاء بالحسن طرابلسي ولا شركاء طرابلسيه بصفه عامه ولا عائله بن علي اليوم شنو هي وضعيتهم، شنو هي وضعيه الاموال المنهوبه في تونس، ما اتهمتو انا بحتى شيء، قاعد نقوم تحقيق صحفي على روحي، كان ينجم يجاوبني وتوفى الحكايه، هو ابى انه يساعد ويتباكى ويجعلها اني يعني حاولنا نختلوه. سي نور الدين انت صحفي وتعرف اللي المصدح والكاميرا عمرهم ما استعملوهم باش يختالوا بهم الناس.